مشاهدينا الأعزاء، أغلبكم ممن يشاهدون فيديوهاتنا غير مشتركين بالقناة، وهكذا يفوتكم العديد من الفيديوهات المفيدة التي يتم نشرها. نحثكم على دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. جميعنا من أجل محتوى أفضل. يعتبر هجوم البيجر الذي وقع في لبنان من أكثر الحوادث إثارة للجدل في العالم الآن، بعد 7 أكتوبر اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والرئيس الإيراني. الصور والفيديوهات المسربة تشير إلى أن ما حدث في لبنان يشبه إلى حد كبير مشاهد من أفلام الهوليودية، حيث انفجرت أكثر من 4000 جهاز إلكتروني صغير في وقت واحد، مما أسفر عن 12 قتيلا ومئات الجرحى. قد تمثل هذه العملية الغريبة تحولا نوعيا في أساليب الحروب المستقبلية، ولكن ما هي قصة هذا الجهاز المعروف باسم البيجر؟ وما هي الفرضيات التي تفسر ما حدث؟ وما هو مصدر هذه الأجهزة؟ وكيف حدث الانفجار؟ والأهم من ذلك، لماذا تشعر شريحة واسعة من الشعوب العربية والإسلامية بالسعادة والفرح تجاه هذا الهجوم؟ لكن قبل البدء، المرجو الاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما وقع في لبنان يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2024 قد يعتبر من أسوأ الأحداث التي شهدها البلد منذ انفجار بيروت. يروي أحد اللبنانيين تجربته قائلا: كنت واقفا أمام دكاني، وعلى مقربة مني كان شاب يتناول ساندويتش من محل بيع اللحوم المجاور. فجأة تلقى رسالة على جهازه اللاسلكي الذي كان يحمله على خاصرته، فأخرجه بسرعة ونظر إلى شاشته. في تلك اللحظة بالضبط سمعت صوتا يشبه طلقات الرصاص، ثم رأيت يده تقطع قبل أن تسقط على الأرض والدماء تتدفق من وجهه. ظل الشاب ممددا على الأرض لمدة نصف ساعة تقريبا، ولم أجرؤ أنا أو أي من الموجودين في منطقة الغبيري على الاقتراب منه، بل ابتعدت قليلا عن المكان بعدما شعرت بالدوار والغثيان من هول المشهد. اعتقد الشاب أن الشخص الذي أمامه هو عنصر من حزب الله قد تعرض لإطلاق النار، لكنه أدرك لاحقا أن جهازا إلكترونيا لاسلكيا صغيرا يدعى البيجر قد انفجر، مما أدى إلى فقدانه عينه ويده. إذا شاهدتم الفيديوهات ستجدون أن غالبية الإصابات كانت فقدان العيون والأيدي، بالإضافة إلى إصابات في منطقة الخصر. انتشرت مقاطع الفيديو كالنار في الهشيم، مظهرة حالة من الفوضى في المستشفيات، حيث تجاوز عدد المصابين الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات. المشهد فعلا مرعب جدا، ولن نستطيع عرض الصور في هذا الفيديو بسبب سياسة اليوتيوب. يمكنك الآن أن تتصور هذه القصة كواحدة من بين مئات القصص التي وقعت في وقت واحد، حيث سقط حوالي 4000 عنصر من حزب الله وقد أصيب الكثير منهم بجروح، بينما لقي بعضهم حتفهم في لحظة واحدة. يعتبر هذا الهجوم عملية استخباراتية إسرائيلية خطيرة، ولكن ما هي قصة جهاز البيجر ومن أين جاء؟ البيجر هو جهاز صغير للتواصل، يمكن وضعه في الجيب أو تعليقه على الخصر، ويستخدم بشكل أساسي لاستقبال وإرسال الرسائل النصية القصيرة. كان البيجر شائعا جدا قبل ظهور الهواتف المحمولة. هذه الأجهزة البدائية نسبيا لا تتصل بالإنترنت، بل تعمل عن طريق استقبال إشارات الراديو فقط، والتي يمكن أن تتضمن رسائل رقمية أو نصية. هناك نوعان رئيسيان من البيجر: أجهزة تعرض أرقاما فقط، وعادة ما تكون رقم هاتف الاتصال، وأجهزة بيجر أخرى. كانت أجهزة البيجر التي تتيح عرض النصوص والأرقام معا تستخدم بشكل واسع بين تجار المخدرات والإرهابيين، بالإضافة إلى استخداماتها في الشركات والمباني الحكومية والمستشفيات. على الرغم من أن هذا الجهاز قد أصبح شبه منقرض بسبب الهواتف الذكية المتطورة، إلا أنه لا يزال يستخدم في عدة مجالات نظرا لموثوقيته وأمانه من التجسس، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام الشبكة الخلوية، حيث يعتمد جهاز البيجر على الموجات اللاسلكية بدلا من الإنترنت. ولكن لماذا كان أعضاء حزب الله يستخدمون البيجر؟ ومن أين حصلوا عليه؟ وكيف دخل إلى لبنان؟
من المعروف أن إسرائيل تمتلك شبكة واسعة من المخابرات والجواسيس المنتشرين في لبنان وإيران والعراق وحتى اليمن، مما يجعلها قادرة على اختراق معظم الميليشيات المرتبطة بإيران. لذلك نسمع بين الحين والآخر عن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع داخل سوريا أو العراق أو لبنان، حيث قرر حزب الله استخدام أساليب غير تقليدية للتواصل بهدف تجنب تتبع الاتصالات والرسائل، وبالتالي منع تحديد مواقعهم واغتيالهم. كانت هذه الفكرة تبدو ذكية، ولكن إسرائيل أثبتت من خلال هذه العملية أنها قادرة على اختراق الحزب وتتفوق عليه استخباراتيا. لكن ما هي الفرضيات المتعلقة بطريقة انفجار هذا البيجر؟ هناك فرضيتان رئيسيتان. الأولى تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تم تفجيرها بواسطة فيروس تم زرعه بطريقة ما أو تم إرساله لاسلكيا. من خصائص هذا الفيروس أنه يسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية الجهاز، مما يؤدي في النهاية إلى انفجارها. هذه فرضية معقولة ومنطقية وقابلة للتطبيق، والدليل على ذلك هو أن إسرائيل لديها سوابق خطيرة في هذا المجال. ففي عام 2010 نفذت إسرائيل واحدة من أخطر هجماتها السيبرانية، والتي عرفت باسم ستوكسنت، وهو فيروس متطور للغاية استهدف منشآت التخصيب النووي الإيرانية، وبالتحديد مصنع تخصيب اليورانيوم في نيتنز. ويقال أن العملية كانت مشتركة بين أمريكا وإسرائيل. المثير للدهشة في هذا الفيروس الضار هو أنه أثناء تدميره للنظام وعبثه بالمفاعل النووي تمكن من خداع المراقبين والمهندسين الإيرانيين، حيث كان يبدو لهم أن الأمور تسير بشكل طبيعي، لم تظهر الحواسيب أي أعطال أو مشاكل، بل كانت جميع الأمور تبدو طبيعية، في حين كان الفيروس يتسلل ويعيث فسادا في النظام من الداخل. الفرضية الثانية تشير إلى أن حزب الله كان قد طلب شحنة تتكون من 5000 جهاز بيجر من تايوان قبل 5 أشهر. كانت إسرائيل على علم بهذه الشحنة ووعدت أنها متجهة إلى حزب الله، لذا اعترضت طريقها قبل وصولها إلى لبنان، وقامت بتفخيخها بكمية صغيرة من المتفجرات تقدر ما بين 20 إلى 60 غرام، مما حولها إلى قنبلة صغيرة يمكن التحكم فيها عن بعد. بعد إعداد كل شيء تم تسريب الشحنة إلى لبنان وكأن شيئا لم يكن. ومع ذلك يقال بأن إسرائيل نفذت هذا الهجوم بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن عضوين من حزب الله قد كشف هذه الخطة، وبالتالي قبل أن تصل المعلومات إلى القيادة العليا اتخذت إسرائيل قرارا بتفجير هذه الأجهزة. كانت الخطة الأصلية تقضي باستخدام هذه الأجهزة المفخخة كوسيلة ضغط في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، مما يعني تفجير 5000 جهاز بيجر دفعة واحدة، وهو ما سيسبب انهيار حزب الله في الحرب دون أن تطلق إسرائيل رصاصة واحدة. الآن لننظر إلى النقطة الحساسة. إذا دخلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، ستجد أن الأغلبية العظمى من الناس سعداء ومبتهجين بهذه العملية، بينما هناك نسبة منهم ترفض هذا التشفي وتطالب بدعم حزب الله والوقوف إلى جانبه. منذ يوم الثلاثاء انتشرت العديد من الفيديوهات القديمة لعناصر من حزب الله وهم يتشفون في معاناة السوريين تحت قصف البراميل المتفجرة، حيث بدأ أن البعض يستمتع بمشاهدة تلك المشاهد المروعة التي حولت أجساد الأطفال السوريين إلى أشلاء. من هذا المنطلق يدعو البعض إلى أن يضرب الله الظالمين بالظالمين وأن يجعلهم من المتفرجين. في المقابل هناك مؤيدون لحزب الله يؤكدون أن الشماتة ليست من قيم ديننا، وأن من يتشفى في مصاب عناصر الحزب هم إسرائيليون وصهاينة وخونة ويقفون في نفس الصف، ومهما كانت الظروف فهم عرب ومسلمون وليسوا بصهاينة، لذا يجب أن نركز على عدو واحد وهو إسرائيل. في مثل هذه المواضيع نسعى إلى التحلي بالحيادية قدر الإمكان، ونعتقد أن العديد منكم سيتفق معنا. الدليل على ذلك هو الفترة الذهبية لحزب الله والتي تمثلت في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، حيث أظهر الحزب مقاومة شرسة ضد إسرائيل. هذه الفترة أدت إلى ارتفاع أسهم حزب الله بشكل كبير، وأصبح له سمعة طيبة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي.
بل إن العديد من السنة كانوا يقفون إلى جانب حزب الله ويدعمونه، حتى أنهم أطلقوا أسماء حسن نصر الله على أبنائهم تعبيرا عن فخرهم بتلك المقاومة الباسلة. ومع ذلك فإن أسوأ ما فعله حزب الله والذي أدى إلى تراجع سمعته في العالم العربي والإسلامي هو قراره بالتدخل في سوريا بناء على أوامر من إيران، فقد تدهورت سمعته بشكل سريع حيث دخل الحزب إلى سوريا ليدعم بشار الأسد، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من السوريين وتشريد آخرين. انتشرت الصور والفيديوهات على الإنترنت ولم يعد بالإمكان إخفاء أي شيء، والغريب أن جرائم القتل والإعدامات أصبحت واضحة للجميع. كانت تجربة مؤلمة نفسية وعاطفيا بل وحتى عقائديا أن ترى شخصا كنت تدعمه وتشعر بالفخر لمقاومة لإسرائيل يتحول فجأة من التركيز على القدس إلى حلب حيث يقوم بقتل الأطفال والشيوخ والنساء الأبرياء في سوريا. تخيل أن تبني سمعة شعبية في جميع الدول العربية والإسلامية ثم تقوم بنفسك بتلطيخ تلك السمعة وإحراقها لتتحول في لحظة إلى شخص مكروه بعد أن كنت محبوبا في فترة من الفترات. كان الملايين يدعمونك والآن تلك الملايين نفسها تشمت وتفرح لمقتلك متى حدثت هذه الشماتة عندما تغيرت البوصلة. كانوا يتمنون انتصارك على إسرائيل والآن أصبحوا يتمنون الدمار لإسرائيل ولك. العديد من الجرائم تنسى لكن جرائم الدم لا تسقط بالتقادم. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.